ما بين أصوات الانفجارات وأصوات صفارات الإنذار، القتال بين أرمينيا وأذربيجان مستمر. اليوم التاسع شهد تصعيداً عنيفاً، ضربات صاروخية وانفجارات ضخمة هزت مدينة ستيبانكيرت عاصمة إقليم كاراباخ، شنته القوات الأذربيجانية وفق إعلان أرمينيا، ما أجبر السكان على الاحتماء في أقبية وملاجئ. قوات الدفاع كاراباخ تخوض اشتباكات عنيفة لصد قوات أذربيجانية مهاجمة. في المقابل أعلنت أذربيجان تعرض مناطقها لقصف صاروخي من الأراضي الأرمينية، شمل استهداف غنجة ثاني مدينة في البلاد ومنطقة بلاغان. وعلى وقع المعارك، يواصل طرفان النزاع تبادل الاتهامات بقصف المدنيين عمداً. أرمينيا نشرت صوراً لما قالت إنه استهداف للمدنيين من قبل أذربيجان بأسلحة محظورة، في حين أعلنت أذربيجان سقوط قتلى وجرحى في قصف لمناطق سكنية. وفيما أكدت تقارير رسمية عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، أدانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر القصف العشوائي من الطرفين، موضحة أن مئات المنازل والبنى التحتية الرئيسية مثل المستشفيات والمدارس تعرضت للتدمير أو الضرر. ملوك الشيخ العربية.